فقال الكافرون هذا شيء عجيب بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من
لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.
بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود وما أنت عليهم بجبار